كمان شوف المقابلة اللي احنا رسالة غامضة من رجل الإخوان الغامض يوسف ندى المفاوض السابق للعلاقات الدولية للإخوان فاجأ كل الأطراف برسالة يقول فيها أن من يخشى مصيرا أسوأ لمصر عليه أن يستعد للتخلي عن كثير من حقوقه وأكد أن الجيش المصري ليس فاقدا للوطنية أو فاسد لكن بعض قياداته كذلك موجها خطابه إلى المخلصين من الجيش الرسالة الغامضة تلاها توضيح أشد غموضا طلب مني أن أنا أكتبها وما أعرف يعني من خلفها من الذي طلب منك كتابة هذه في أشياء يا بنتي الله يرضى عنك يعني في السياسة في أشياء ما يمكن تعلن كلها ردود الأفعال المعلنة أتت هجوما من كل الأطراف الإعلاميون المصريون اعتبروا الرسالة تهديدا المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الإخوان بعت رسالة لوكالة الأناضول التركية للأنباء خدوا بالكم هتلاقيها أناضول جزيرة يعني هتفضل ماشي بين دول والاتنين مكملين دي قناة بتاعتهم برضو بيقول فيها ايه هو بيحرض فيها على الدولة المصرية والقوات المسلحة حرض من خلال الخطاب ضد مؤسسات الدولة ضد الجيش الشرطة كمان عبر من خلال الإعلام التركي أنه مصر ستتحول إلى دولة فاشلة وعلى الجانب الآخر تبرأت جماعة الإخوان من البيان بشكل تام عندنا في رقابنا بيع الدماء صدق معنا شباب وصدقت معنا بنات وصدقت معنا نساء وصدق معنا رجال لن نكون خونة لن نفرط في تلك الدماء لن نفرط في تلك الأعراض فليصالح من أراد فالحقيقة قيل لنا رسميا أن الأستاذ يوسف ندى إنما يعبر عن مبادرة شخصية منه وليست مبادرة تعبر عن الإخوان المسلمين أو التحالف الوطني لدعم الشرعية بعض المعلقين توقعوا أن تكون الرسالة مدفوعة من قيادة الإخوان القديمة لتقوي موقفهم والبعض الآخر توقع أن تكون الرسالة بطلب من مقربين من السلطة الحالية يريدون طمأنة ما لكن على ما يبدو هناك جديد في الصورة الكاملة تدعمها تحركات المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق ورياح بدأت تهب من ناحية الإمارات وتكون يعني ربما مبادرة مشتركة قطرية إماراتية من أجل التوفيق بين الأطراف المتنازعة في مصر